بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حبيب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. معايا النهارده 3 فرخ كده جايين لنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجه جميله وحاجه يعني ايه بألف هنا وشفا. دي عروسه جايبها لنا يعني، يا الف ربنا يتم عليهم بخير يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا احلى متابعين ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. كده انا شطفاهم شطفه حلوه وغسلهم غسله حلوه، ميتي قلبت كده. بسم الله، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هبدأ اقول بسم الله، توكلنا على الله. بسم الله، معايا كده بصلايه، حبهان، معايا ايه بهارات فراخ، معايا ورق لورا، معايا بصلايه. هنزل كده جوه، كده الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، يا احلى متابعين ام اشرف. هيعملوا جنبها ايه؟ هيعملوا شويه خضار سوتيه. احلى متابعين ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حبايب قلبي. معانا الخضار كده زي ما انتوا شايفين مقطعينه، جزر، فلفل، جزر، اللهم صل على سيدنا محمد، انا اسف، جزر، فاصوليا، بسله. معانا طبعا ايه البطاطس والكوسه، معايا بصلتين، واحده مكعب، طماطمتين، معايا ايه بهارات. بسم الله، معايا معلقه من السمن، بسم الله، تلا طبعا شوية شوربة كده، وهسيبها شوية كده لما ايه تقلب قلبه بس وارجع. طبعا الخضار بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، وهدخله الفرن بقى شوية شوربة كده، وهنزل البطاطس والكوسة بتاعتي. بسم الله، كده هنقلب توم، تمام، هديها كوبايه شوربه برضو، وهدخلها الفرن بقى، احطها في الفرن تيجي طعم كده زي الطواجن بالظبط. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت حبهان وحطيت ورق لولو كده، وانزل كده بالرز. ده رز بسمتي طبعا، هيتقدم جنب الخضار، هتاخده جنب الخضار العروسي. معايا شوية كده بسلة وجزرات قشرينها كده، معايا عود قرفة برضه حطيته كده، طبعا ده ايه كيلو الا ربع يا جماعة، له كوبايتين ونص مية، كيلو الا ربع له كوبايتين ونص مية، عشان ده بيتشرب شوية ويبقى طري معاكي كده. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. دي واحدة ايه جايبهم لنا لفرح يعني، عقبال عندكم اجمعين لبنتها، يا احلى متابعين ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. شايفين الرز جميل ومفلفل ازاي، يا احلى متابعين ام اشرف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ما تنسوناش في اللايك. حبايب قلبي،
داخل مصر وخارج مصر. عملنا معاكم الفراخ كده زي ما انتوا شايفين يا احلى متابعين. دي حلة راح العروسه يا احلى متابعين ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. حبايب قلبي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زرار الجرس وكل جديد هيجي لكم من قناه ام اشرف للاكلات. يا احلى متابعين ام اشرف داخل مصر وخارج مصر.